نصحني عالم في مكة المكرمة أني أمر أتباعي أن يتركوا طريقة التجانس لأنها بدعة خرافة وكفر. قال وأنت؟ نعم، من قرأ تواريخك يعلم أنك عالم، إذن لا نحتاج أن نتكلف الذهاب إلى بلادك ونخرج ناسا من طريقة التجانس، بل أنت أخرجهم منها. نعم، لو تكلم قل ما أردت أن تقول، تتكلم أتى أنها كلامه. قلت له ما هي طريقة التجانس؟ قال لا أدري. من هو شيخ التجاني؟ قال لا أدري. قلت ما هو الصواب؟ أنا أعلم طريقة التجاني ما هي، وأعلم من هو شيخ التجاني رضي الله عنه، أعلم جدا، وأنت لا تعلم أحدا منهما، تعلمني أو أعلمك؟ قال نعم، من يعلم شيئا هو الذي يعلمه. قلت له إذن سلني عن طريقة التجاني ولا تعلمني. طريقة التجاني الاستغفار والصلاة على النبي ولا إله إلا الله. أينصح مسلم مسلما بترك الاستغفار؟ لا، الله يقول أن استغفروا ربكم. قلت له من كان معصوما من الذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو يقول إني لأستغفر الله في يوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة. قلت من كان معصوما من الذنوب يقدر أن يترك الاستغفار؟ قلت له أما أنا وأنت لا بد لنا من الاستغفار. قال نعم. قلت له والصلاة على النبي، الله يقول صلوا عليه، ويقول الرسول الكريم من صلى عليه مرة صلى الله عليه 10 مرات، ينصح مسلم مسلما بترك هذا؟ قال لا. قلت له ينصح مسلم مسلما بترك لا إله إلا الله؟ قال لا. قلت له هذه طريقة إيجابية، استغفار وصلاة على النبي ولا إله إلا الله، يقرأ صباحا ومساء.